أنا محمد المنيرة والد الطفيل اللي دور في سعود وسمعت أخباره اللي يوم ولا طرطقت عليه القنبلة في الشام. وإذا هو أنا جمي برمي دا مدرسة ديريكتومون أو بريزيدان دو لا ريبوبليك. أنا مخاطب رئيس الجمهورية لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أبو الأمة سي لو بير دو لا ناسيون. ومعلمه باللي خلق لي العاد ما سمعوا وندور نعلمه به برك. انا شاكيله من ياسر من الشعد اللي ما هو صالح وندوره يدعمني وندوره يعالج لي شيري. كنت في الاطباب دبي لدوز سبتمبر 2020 الى اليوم. طفيلي وعدل له قدر من العمليات وخونا من الطب واعطموا لانا عني جبرت رجل صالح من القوات المسلحة هذه اللي نقالها بروغرام ناسيونال دي ديميناجمون دي مين انتي بيرسونيل. هذا البرنامج اللي قالوا البرنامج اللي نزع الالغام. الراجل اللي عليه جازيه بالاحسان ساعدني وجابني للطب الكبير طب الصنادرة عنهم لا يعالجوني. جزاه الله خيرا يا غير. عادت عندي مشكلة هناتيها هي عودان عني لدوسيا ميديكال للطفيل غلبني نحصل عليها من الطب الكبير من طب الكسور. ندورت نطالي لدوسيا ميديكال لانها من حقي شاريها فوتي ما مساعدني بها رجاج. يدوروها عندي الاطباء العسكريين الاخصائيين العسكريين يدوروا عندي لدوسيا ميديكال. وهذه لدوسيا ميديكال ما رايتها ولا عدلوا لي رابور. جيتهم اليوم من دورها وقالوا لي على عنهم ما من حقهم يعطوها لي. هو حيواني انا هي معدل فوتي شاري دواء شاري اذا كامل معدل فوتي ولدوسيا يا رتتنا طالي. يجيبها الاطباء العسكريين كانهم يشوفوا حالتي الشيري. منين اعطاهم لنا عن ذاك الراجل الصالح اللي يشتغل في ذيك الهيئه اللي هي عاد وطني وساعدني. ندور هذا الطبيب الكبير اللي في الطب الكسور اللي جيته اليوم ندور عنده يعطيني لدوسيا قال عنه ما يقدر يعطيها. قلت له عنه يعدل لي رابور. قال الطبيب يعدلوا لي والسكرتيره قالت عنها ما هي معدله ما هي معدله ما هي طابعته لا اله تطبعه ما هو للندي ولا لمرضي. وانا محتاج له اليوم في حاله خاصه يشير البارح مرقد وماشي القيح من جناحه المقطوع هم قطعوا جناحه العسلي وداروا له بلاتر وعدلوا له عمليتين واحده في الكرش وواحده في الصدر وفي حاله خطيره يشير في حاله خطيره. ومناشد رئيس الجمهوريه مناشد رئيس الجمهورية من هذا المنبر يساعدني رئيس الجمهورية يساعدني. أراه ما جاني نايب ما جاني ما هو برامة وحده جزاه الله خيرا. ما جاني نايب ولا جاني حاكم لا حاكم المقاطعة اللي كنت فيها اللي هي الشام ولا جاني وزير الداخلية ولا جاني وزير الصحة ولا جاني حد منهم ولا جاتني وزيرة الطفولة ولا جاني حد ولا دعمني حد ولا جبرت دعم لا معنوي ولا مادي. ومناشد رئيس الجمهورية اليوم من هذا المنبر ان دوره يسمعني رئيس الجمهورية مناشد رئيس الجمهورية يدعمني ان دور لدوسيا ميديكال تنقبض لي من هذه الاوبيتال ان قال لهم عنهم يعطوا هذا هذا حقي انا مواطن نتمتع بحقوقي كاملة. ما قلت نحبس لقيت جيت البوليس مطالب رئيس الجمهورية يدعمني ان دور دعم من رئيس الجمهورية.